اختار الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بلد. الله سبحانه وتعالى دنسا في جنكوب أن محمد صلى الله عليه وسلم ليا تنعنا زفارا سارا بلده مكة تنعنا نيد يتسي زفاي مكة أفضل البلدان أم القرى زانت تنعنا زفارا سارا إنجيل واختار له هذه القبلة مكة لأن الكعبة والبيت الحرام هو أول بيت أريا نصف دين الله سبحانه وتعالى هو زين البيت أنتو مكان كعبة هو تويرنا زيت ديها من الرهيطة رفا من وزن خلقه في بلد. جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد تعظيم ومحبة هذا البيت أغنطون الله سبحانه وتعالى ونطنفون نيبا نوبني نفتيابنا زانا كعبة زانا زان كانوا بزيت ديها سيكرة بسيكرة بسيكرة أمر بالحج لهذا البيت أريا نانيرا بيان كتب الله سبحانه وتعالى فنظرنا في بينينا ما سنميتو إلى نيوب فاختار الله سبحانه وتعالى هذا البلد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عليه الصلاة والسلام كان سفدين الله سبحانه وتعالى وان فمنان محمد صلى الله عليه وسلم يتوير أن معصلي كتير كتو ما كان فمنان محمد صلى الله عليه وسلم ولد عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة ب13 سنة داري فمنان محمد صلى الله عليه وسلم يتير كتو ما كان زنتين بفلتونة تاوبين في فجامونا نديها نعلا نديتا مدينة